السلام عليكم، معكم محمود، بشتري جزمة. أحب أنصحكم بس نصيحتين. النصيحة الأولى إن سبورت ماستر اللي أنا فيه دلوقتي وأشوف الأحذية فيه، الناس بتعيط منه، بيعيط الناس فعلا. ليه؟ لأن تلاقي الحاجة مثلا ب12,000 ولا ب14,000 روبل، وأنت بقى معاك بونص ومعاك خصم وبتاع ونقط وكده، وتروح جايبها مثلا ب10 ولا ب10.5 وفرحان قوي. تجدها في مره كده بتروح على اي فرع من افرع سبورت ماستر، تلاقي عليها خصم للكل من غير بونص من غير حاجه ب9,000 او ب8,500 او على الاقل ب10.5 اللي انت جبت بيهم. فاللي هم انت فرحان بالبونص والخصم، تعيط بقى، شوفوا معروضه هي ب9 و8، وانا فكر ان انا جايبها لقطه، كانت ب14 جايبها ب10.5. دي النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، الناس بتختل شويه معاها المعايير في موضوع المقاسات. المقاس لما يبقى عارف انت مثلا مقاسك 43، او مثلا قدامي هنا مثلا الروسي، المقاس الروسي 41 والاوروبي 42، ففي ناس بتلخبط كده، تشوف المقاس الروسي يقول لك هو كذا، ويقول لك رجلي صغرت، انا مثلا مقاسي 43 بقى في الروسي 42. طبعا ما تعرفش ان الروسي فكرك ده الرقم العادي يعني، فالفكرة رجلك صغرت، لا رجلك ما صغرتش، انت كويس. في نصيحة تالتة كده جانبية، وانت بتجيب الأحذية بالذات لو بتجيبها في وقت مش الشتاء، الأحذية الشتوية لو بتجيبها في الصيف أو في الخريف، بتبقى حضرتك جاي تقيس وانت لابس شراب واحد. في الشتاء ممكن في ناس بتلبس شرابين سميكين أو شراب واحد سميك جدا، فأنصحك وانت جاي تقيس تجيب معاك الشراب التخين اللي هتلبسه في الشتاء. وكده كده انت بتجيب مقاس زياده، نمره زياده. لو انت مقاسك 41 بتجيب 42، لو مقاسك 42 بتجيب 43، لو مقاسك 44 بتجيب 45، يعني بتجيب نمره زياده علشان الشراب ده مش مسافه. لو جبت على مقاسك بالظبط بالشراب ده هتلاقي وش رجلك مزنوق كده. في ناس بتتحمل ما عندهاش مشكله، بس بتلاقي صوابعها بقى رجلت على بعض كده. فخلي بالك موضوع الشراب بيشكل الرجل بمساعده الحذاء. يعني في ناس يقول لك الشراب ده طري وبتاع، ما هو الطري ده هو مصابعك برضه طريه، ده لحم ودم جنب العظم. فانتبه لرجلك لو سمحت، اهتم بيها على البرد وعلى العضلات والتركيبه، الماتريكس بتاعه الرجل انها تكون مفروده بالمنظر ده كده في قعده او فرشه الحذاء. لو واسعه شويه هنظبط الدنيا مفيش مشكله، لكن لو ضيقه ما بنعرفش نظبطها. فهات زيادة نمرة لو سمحت، وبعد كده نحط فرشة، نحط تلبس شراب تخين، مفيش مشكلة في الحتة دي، لأن كده كده انت هتلبسها في الشتاء. الشراب ده قصة تانية بقى، الراحة فيه صعبة المنال. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أراكم على خير وفي خير. السلام عليكم.